The Address Resolution Protocol تقدر احكي عن هذا البروتوكول. خلونا نستعرض هذا الإكزامبل. أنا في عندي تاون، بهيدي التاون أنا في عندي Landmarks، وهيدول Landmarks كلياتهم مرقمين in a sequential order بشكل أنه أنا بقدر أبني على كل وحدة من هيدول بيت معين. هيدول البيوت اللي أنا بنيتهم على هيدول Landmarks كل واحد منهم لازم يكون في عنده تسمية محددة ما بتتغير، أنا بسميها The Physical Address. حتى يكون في عندي mapping between the physical address and the landmark number لازم البلدية تتدخل عندي ولازم تبعت موظف محدد. هيدا الموظف دوره انه يعمل mapping، يبعت هيدول الريكوردز للبلدية بشكل انه كل بيت ينحط عندي اسمه مع الرقم يلي هو موجود عليه. بعد ما يتجمع عندي هيدول الريكوردز لازم يكون في عندي ناس عايشين بقلب هيدول البيوت. الناس اللي عايشين بقلب هدول البيوت مبدئيا هن قاعدين بطريقه لوجيكال، يعني ما في شيء بيمنع انه يتغيروا السكنين تبعون البيوت مع الوقت. اما بالنسبه للفيزيكال نيم تبع كل بيت مع اللاند مارك اللي موجود عليه، هدول ولا يمكن انهم يتغيروا الا اذا ان البيت بطل موجود كليا عندي. خلونا نستعرض اكزامبل صغير ونقول انه اريك حابب انه يبعث باكج لاميلي. بمجرد ما انه اريك قرر هذا القرار لازم يعمل سيرفي على كل البيوت الموجودين عندي بقلب هيدي التاون تيعرف املي باي بيت موجوده، فاوتوماتيكلي حيبلش يعمل سيرفي، حيمشي على كل البيوت، وبمجرد ما انه مشي على كل البيوت حيطلع معه انه املي موجوده بقلب الايفري هاوس، فحيفتح ريكورد عنده ويقول انه انا عندي املي هي موجوده بقلب الايفري هاوس. من بعد ما عرف املي باي بيت موجوده حيتصل بساعي البريد اللي بدوره، حيجي دغري حيخبره انه انا بدي ابعت باكج على الايفري هاوس. بمجرد ما قال له انه انا بدي اروح على الايفري هاوس، ساعي البريد اوتوماتيكلي راح على البلديه وتطلع ولقى انه الايفري هاوس موجود على اللاند مارك اللي رقم 3، فهو اوتوماتيكلي بيعرف انه حيروح من ال1 لل3 تيقدر يودي الباكج على الايفري هاوس، وهيدا الشيء يلي حيصير حاليا. املي وصلت للمساج وكان كل شيء تمام. خلونا نحن نفترض انه املي وديانا اثنيناتهم قرروا انهم يبدلوا بيوت. بمجرد ما أميلي وديانا بدلوا بيوت، رجع أريك مرة تانية قرر أنه يبعث مساج لأميلي، ولكن أريك عنده ريكورد بيقول أنه أميلي بعدها ساكنة بالآيفري هاوس. خلونا نشوف شو اللي حيصير. حيرجع أريك رايت أوي يحكي مع ساعي البريد ويقول له ودي لي هالدليفري على الآيفري هاوس، ولكن بما أنه أميلي مش موجودة بقلب الآيفري هاوس، ديانا الموجودة، أوتوماتيكلي ديانا حتاخد هيدي المسج وتكبها بقلب الزبالة لأنه هي غير معنية بهيدا الأمر. فهون طبعا حيتسأل إريك ويقول في شيء صار لأنه أنا ما وصلني ولا أي notification أنه أنا هيدي المساج وصلت لأميلي، فإذا I need to update my records. تيقدر يعمل updating للrecords تبعونه، أوتوماتيكلي حيرجع يعمل survey من أول وجديد على كل الهاوسز اللي موجودين عندي بقلب التاون تيقدر يعرف أنا أميلي بأي بيت موجودة، فحيطلع معه أنه أميلي موجودة صارت بقلب الود هاوس. فمن بعد ما ينتبه على هيدي المعلومة اوتوماتيكلي حيشطب الريكورد القديم ويستبدله بريكورد جديد، حيرجع يعيط للدليفري جاي يلي بدوره حيرجع يودي هيدي المسج لمين؟ لأميلي يلي هي موجودة بقلب الود هاوس. يلي بدي شدد عليه بهيدي الستوري اني انا حكيت عن السويتشنج بروتوكولز وحكيت عن الاي ار بي بروتوكول، ولكن تنقدر نرجع نستعرض هيدي الستوري ان تكنيكال واي خلونا نعطي تسميات محددة. الطريق هو اللان سويتش. اما بالنسبه للارقام اللي موجوده على الطريق هن البورتس الموجودين عندي على هيدا السويتش. البيوت هن الاند بوينت، بيكونوا بي سيز، لابتوبس، برينترز، ات ديبندز. تسميات البيوت هي الفيزيكال ادريس تبع كل بيت، يعني بمعنى تاني انا في عندي الماك ادريس تبعت كل بي سي، يعني بمعنى تاني كل اسم لكل بيت. اما بالنسبه للبلديه اللي بتعمل مابينج بين ذا بورت نمبرز اند ذا ماك ادريسز، يعني بمعنى تاني بين اللاند ماركس واسامي البيوت، هيدا انا بسميه ذا سويتشينج تيبل. اما بالنسبه للناس اللي هن ساكنين بقلب هدول البيوت، هن الاي بي ادريسز اللي انا بحطها على كل اند بوينت لوجيكلي، اكيد فيني غيرها للاي بي ادريس، ما انا مثل الفيزيكال ادريس اللي هي بتكون ثابته لكل ديفايس. المابينج بين ذا اي بي ادريس اند ذا فيزيكال ادريس انا هيدا بسميه الاي ار بي تيبل. كل هيدول مع بعضهم وقت ما بيجتمعوا بيكونوا عندي شيء انا بسميه LAN segment، يعني one broadcast domain، يعني a simple network يلي هي the most widely used network. خلونا بالفيديو القادم نحن نستعرض LAN segment using networking devices.